الرسول صلى الله عليه وسلم سواء عند الله تعالى أو عند الأنبياء السابقين. فنبدأ بمكانة الرسول عند الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، حينما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تتهيأ نفوسنا وقلوبنا، لأن الحديث عن رسول الله ليس قصصا يحكى ولا حكاية تقص، ولكننا نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله تعالى ليكون خاتم الأنبياء. قال ربنا سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حينما نتحدث عن رسول الله إنما نتحدث عن رحمة الله للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حينما نتحدث عن رسول الله نتحدث عن خصوصية رسالة الأرض والسماء، علاقة السماء بالأرض. علاقة السماء بالأرض ختمت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الله سبحانه وتعالى قال للأمة كلها: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. حينما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث عن أعلى درجات التزكية. كيف ذلك؟ تتحدث عن رسول الله عن لسانه أو عن عقله أو عن صدره تجد الله تعالى يتحدث عنه بكل تفاصيله. عن عقله يزكي الله عقله فيقول: ما كذب الفؤاد ما رأى. عن صدره يقول ربنا: ألم نشرح لك صدرك. عن حلمه يقول ربنا سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن معلمه جبريل يقول: علمه شديد القوى. عن لسانه يقول: وما ينطق عن الهوى. عن ذكره: ورفعنا لك ذكرك. عن كله وقول له: إنك لعلى خلق عظيم. حينما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن الله تعالى ما ناداه في القرآن بياء النداء قط. قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا زكريا إنا نبشرك بغنم، يا عيسى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا موسى. كل واحد نادى عليه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار، يا أيها النبي بلغ، يا أيها الرسول. هذا التكريم وهذه المكانة تدل على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحن بصدد الحديث عنه، رسول الله في القرآن الكريم. طيب، رسول الله في مكانته بالنسبة للأنبياء السابقين. الأنبياء السابقون على رأسهم إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزق البشرية بهذا النبي. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه ولذلك يقول لك هو دعوة إبراهيم عليه السلام. وبشارة عيسى عليه السلام إذ قال موسى عيسى لقومه: يا قوم إن رسول عليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالأنبياء من قبل وعلى رأسهم إبراهيم وعيسى كانوا يبشرون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد أخذ الميثاق على الأنبياء إذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويتبعوه. ومن هنا فكان الأنبياء جميعا يؤمنون ببعثة محمد خاتم الأنبياء، وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما في المسجد الأقصى استلاما لهذه الراية من بعده، لتكون هي الراية الثابتة إلى يوم القيامة. طب أنا عندي سؤال يا دكتور، معلش ربما يصدم بعض المسلمين. يعني تفضل. يعني إيه اللي هيفيدني إن الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن كان مبجل إلى هذه الدرجة بالنسبة للأنبياء السابقين؟ يعني ربنا زي ما حضرتك ذكرت نادى في القرآن الأنبياء: يا عيسى، يا إبراهيم، لكن في الرسول: يا أيها المدثر، إلى آخره. يعني إيه اللي هيفيدني؟ يعني ما العائد عليا إن أنا أطلع أو يعني أثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعظم والأحسن والأبجل؟ يعني أليس ده مش وجه من أوجه التعصب؟ ليس تعصبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإيمان به مرتبط بالإيمان بالأنبياء السابقين، والقرآن علمنا أن الإيمان لا يكتمل عندنا إلا بالإيمان بالسابقين، وعلمنا أن الانتقاص من السابقين هو انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. الرسالة لمن كانوا على ديانة الأنبياء السابقين، الرسالة لهم
من كانوا على اليهودية أو كانوا على النصرانية، يقول لهم أن هؤلاء جاءوا برسالة واحدة، وأن الإيمان بهم جاء برسالة واحدة، فهو يدعوهم إلى الإيمان به، لأن الرسل قد بشروا به وأن كتبهم قد حوت ذلك، ولكنه ليس تفضيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا الأنبياء بعضهم على بعض. طيب ما هو ليس تفضيلا، بس احنا بنفضل، يعني احنا دلوقتي الحلقة كلها عن مكانة الرسول عند الله تعالى، أليس في ذلك تفضيل؟ عن مكانة الرسول عند الأنبياء السابقين، أليس في ذلك تفضيل؟ في فارق بين ذكر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بصفته خاتم الأنبياء، وهنا خاتم النبوة، والثناء على رسول الله وثناء على كل الأنبياء، والثناء على رسالته ثناء على كل الرسالات، والتأكيد على رسالته هو تأكيد برسالة السماء التي جاء بها موسى وعيسى وجميع الأنبياء. بس حضرتك بتتكلم على بالله على التفضيل، هو هو ذكر الثناء. ما ذكرته حضرتك دلوقتي، الثناء لا يعني تفضيل أحد على أحد، ولكن إبراز سمات الرسالة الخاتمة. حينما تأتي مجموعة، نحن نتحدث عن الرسالة، نتحدث عن الرسول، الرسالة لا تنفصل عن الرسول. كلام حضرتك دلوقتي كان بيتحدث عن صحيح الرسول وليس عن الرسالة. الرسالة لا تنفك عن الرسول. ما قيمة الرسالة إذا لم يأتي بها الرسول؟ إذا كانت لم يأتي بها الرسول فهي عند الله تعالى لم تصل للناس. وكذلك الأنبياء السابقين، قيمة كل واحد منهم إنما هو بالرسالة التي أتى بها، والرسالة التي بها أتى بها موسى وأتى بها عيسى وأتى بها إبراهيم وأتى محيى، رسالة واحدة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. فحينما نثني على محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما نثني على إبراهيم ونثني على موسى ونثني على عيسى، لأنهم إخوة لعلات كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يتحدث عن الذين تولوا إبلاغ رسالة السماء إلى الأرض وختم بهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآية واضحة، كل آمن بالله وملائكته لا نفرق بين أحد من رسله. أيوة ماشي، ما هو ده كلام جميل وواضح، لكن حضرتك خدتنا في بداية الحلقة في تفضيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن لأننا هنا اليوم نتحدث عن رسول الله في القرآن، وإلا ممكن نأخذ حلقة كمان مثلا عن إبراهيم في القرآن، عن سيدنا موسى في القرآن. على فكرة ذكر سيدنا موسى في القرآن يمكن يكون أكثر من ذكر سيدنا محمد في القرآن. نحن اليوم نتحدث، يعني أنت ما تتفق مع ما ذكره، بس بدون ما نخش بالكتاب. يعني طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي بيقول في فقرة من فقرات الكتاب على ما أتذكر، إنه المسلمين أو اللي بيأمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني تحدثوا عن فضل الرسول وعظمة الرسول، ثم صعدوا به إلى مرتبة عليا جدا، ومن ثم استتبع ده إن الرسول جاي من قريش، فتبقى قريش أفضل القبائل، وبالتالي يعني حتى نسب الرسول إلى قصي بن كلاب. العرب خدوها بشكل عصبي جدا، إلى أنه طالما دول قرايب الرسول دول أفضل من في البشر، وطالما دي القبيلة يبقى أفضل قبيلة في العرب إلى آخره. هل تتفق مع الرأي ده؟ الرأي ده رأي لم يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نادى يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. لا، ما بيكلمش عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو بيكلم عن اللي جم بعد الرسول ازاي. يعني مش عايز أقول اللفظ، هو حذرهم. صحيح في ناس انحرفت، لكن النبي رباهم، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. الإطراء هي الزيادة المبالغة عن الحد في المدح، وبالتالي هو اللي يعني رفع النبي عن درجة البشرية إلى درجة الألوهية أو غير ذلك، فقد انحرف ولم يؤمن بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي نهى عن ذلك، نهى عن الإطراء، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله. فمن رفعه على درجة العبودية فقد أثره وخالف قوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما يأتي واحد مخالف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فليس هذا منهج الإسلام. طيب هل تتفق مع العبارة التي تقول أننا آمنا بالرسول أكثر من الرسالة بعضنا؟ يعني المجتمع المسلم عنده إشكالية فكرية أصلا في إيمانه بالرسول وفي إيمانه بالرسالة، بل وفي عباداته وفي تعامله مع الإسلام. نحن نحتاج إلى إعادة طرح علاقتنا بالإسلام، لأن علاقتنا بالإسلام بتنتحي ناحية الجزء الظاهري الشكلي أكثر منها من روح الرسالة نفسها. يعني متفق مع العبارة، متفق مع جزء كبير معها كلها، معها كلها طبعا طبعا. في ناس تعرف عن رسول الله الكثير ولا تعرف عن الرسالة شيء، والناس تتحدث عن رسول الله ولا تلتزم بقوله ولا بفعله ولا بمنهجه ولا بكتابه، وهذا مخالف تماما لسيرته ولرسالته.